بون لا فين نمشيو دابا نشوفو الدراري امتى غيجيو. خويا زاك ايوب مرحبا بك خويا، مرحبا يوم اللايف ان شاء الله. فوالا دابا غادي ندخلو دابا اللايف. مريم مرحبا بيك، خويا ايوب مرحبا بيك، سيباستيان تانتا مرحبا بيك. هذا واحد السيد سيباستيان كي يهضر معايا فرنسا ديما تي يشارج توجور دي بنو. حنا غادي نشوفو. فوالا دابا انا غادي ندخل الجروب، غادي نجبد داك ستاتيوت اللي كنت درتها على الاشاعات ونقراها قدامكم، وفي نفس الوقت نقول لكم الرأي ديالي عليهم وكل إشاعة نشرحوها بالتقنية بالضبط كيفاش واش هي فري كاينة ولا ما كايناش. صراحة كاين بزاف الدراري بغوني ندير لايف في الفيسبوك. دابا انا قلت نبقى ندير شوية لايف في الفيسبوك شوية اكثر في اليوتيوب، حيت الناس اللي عندي في اليوتيوب اغلبيه فهم هما ناس كبار وما عندهمش ما عندهمش الفيسبوك، عندهم تويتر وشي حوايج وما طلبوني باش نبقى ندير لهم لايف في اليوتيوب. دابا نقراو صافي
السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني مجددا في اللايف ديال اليوم. الموضوع ديالو غيكون متخصص فقط للإشاعات والأفكار الغالطة اللي كيديروا الناس في المغرب. فدابا نبداو بأول إشاعة ولا أول غلط اللي كان كتباتو مريم أكماش هنايا. قالت لك ملي تبغي ديماري الطوموبيل مازوط ديزل خصك تسخنها شويه عاد باش تحرك. فهذه ماشي اشاعه، فهذه صراحه حقيقه كاينه فري. فكاين الناس اللي كيخليو الطوموبيلات تسخن قبل ما ديماري، ماشي واخا تكون حتى ايسانس ولا ديزل بحال بحال. فصراحه انا تجيني هاد الفكره مزيانه. علاش؟ لان الموتور يومي كيكون هو بارد، ماشي الموطور باش يكون البارد، فكاع الزيت اللي يكون في المحرك يكون لتحت مجموع لتحت في الموطور. ف مي غادي انت غادي دير الطوموبيل خاصك سيرة غتمشي بها، دونك حتى دوك لي زونكوناج اللي الفوق هذوك المكونات اللي الفوق دونك هما خصهم واحد شويه الوقت بما خدمت البومبا الزيت لتحت ولاحت الزيت الفوق وزيت عاوتاني باش بدا كيدور مزيان في الموطور، خصو واحد شويه الوقت. اقل شوف الدليل الواحد هو ان التيربو ديماراج البارد راه خطر التيربو بزاف، لان التيربو هو براسه راه فيه زيت وباش يوصل له هو الزيت خصو واحد شويه الوقت. هذاك الشيء انا كتجيني بالنسبه للنار وجهه نظر الراي ديالي انا، الطوموبيله تخليها ديماري متسخنه واحد جوج دقائق ثلاثه اربع دقائق ماشي مشكل، بالعكس مزيانه للموطور. شوف الطوموبيلات علاش الطاكسي كيضربوا الكيلومترات بزاف، كتلقى الطاكسي دار اكثر من مليون كيلومتر ماشي مشكل، حيت داك الديماراج البارد هو خطر للموطور، راه ما مزيانش للموطور كيخسر الموطور. الموديلات الجداد كذلك واخا هما فيهم واحد السام ان النومبر تور ديال الموطور كيولي كيفوت غير في الديماراج البارد على اساس انها تسخن راسها بالزربه، هي ديجا في هذا السيستم، ولكن ماشي مشكل. انا كنت تخيل دابا الناس، لان الناس شي واحد دابا الطوموبيل عنده بارده غير غيديماري في بلاصه غيكسيرها بقى غادي بها في بلاصه 120 130 الطوموبيله مازال بارده في البلاصه، دار خرج لوطوروط عطل جات في البلاصه ماشي مزيان. ديشي خليها تنايض واحد دقيقه ولا جوج حتى ثلاثه دقائق ماشي مشكل. غير هي علاش نايض في هذا المشكل، تلقى لي نايض فيها الصداع بزاف وكاين وجهه الاراء بزاف، حيت هي تيقول لك تلوث البيئه ولا بوليسيون ولا داكشي. علاش هادي السلبيات ديال هاد القضيه؟ ماشي ضروري ب 100%. تقدر انت كاع عندك طوموبيله مثلا فيها سيستم جديد، شحال هادي كانوا كيديروا داك ستارتر، كانوا كيديروا داك ستارتر، كانوا كيجروا واحد اللعيبه باش الموتور تيولي يدور بزاف حتى كتسخن وانت كتدخل على الراس. كانت في الار 9، كانت في الار 8 واقع ار 12 كانت فيها واقع العقل بالضبط، كانت في الار 9 فايش عاقل عليها بشحال هادي شايفه. فالطوموبيل الجداد هما كيف ما قلت لكم نمبر تو كيطلع بالزربه، ولكن واخا هكاك حنا نقولوا عندك طوموبيل مزيانه المهم هي في هاد السيستم ديماريت فيها بارده وما تجريش بها في الاول بزاف، بصح غادي في الاول غا بشويه 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 حتى تسخن الطوموبيل مزيان عاد تسير بها بالجهد. راك الطوموبيل الجداد دابا راه فيهم تيربو ولا فيهم بزاف ديال المسائل. فكيف ما قلت لكم الطاكسيات علاش كيتفوتوا المليون ديال الكيلومتر، حيت كيديماري هو الطوموبيل مره واحده في النهار في الصباح 6 الصباح 5 الصباح الطوموبيل كتسخن كتبقى فيها كتبقى سخونه النهار كامل حتى كيسير الخدمه في الليل كيحطها كتبرد دونك هو كيديماري الطوموبيل مره واحده في النهار. كاين ناس كيديماري الطوموبيل الموتور بارد 4 5 المرات في النهار. فوالا سي 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 واخا يكون سينال واخا يكون سينال ماشي مشكل. فهي انا وجهت رايي النظر ديالي تسخن الطوموبيله قبل ما ديماري قبل ما تمشي بها مزيانه ما فيها حتى شي مشكل، بالعكس هذه ماشي اشاعه، هذه حقيقه كانوا كيديروها الناس القدام، هذه حقيقه راجعه من الطوموبيل القدام اللي كان يدي براسها كان في هذاك ستارتر كتجرو باش الطوموبيله كتسخن. كاين الناس اللي كانوا كيخليو الطوموبيله تسخن، دابا واخا خرجوا دي سيستيم ما فيها باس انك تخلي الطوموبيله
خدامه هذه من الايجابيات. السلبيات اللي قلت لكم هو انها ما مزياناش لا بوليسيون، هادشي علاش نايض في هذا الموضوع صداع بزاف. شي مريم اكمل شي طوموبيله عندك الا قدرت نعرف. فاش كاين شي اشاعات سمعت شو كتبوا بيه الدراري راه خيالي داكشي صراحه، عشان عمري ما شوف في حياتي والله العظيم شي حوايج وديري، ماشي غير الاشاعات راه شي حوايج حتى في الطريقه كيفاش كيصلحوا الطوموبيلات راه داكشي خيالي والله العظيم. فلو كان عندكم شي سؤال طرحوه عليا دابا، ما كانش عندكم لا شي سؤال لا والو، نبداو بالاشاعات. فاول اشاعه انا سمعتها تقدروا تضحكوا دابا اللي سمعتوها، قال لك شي وحدين شي داروا التحميره في كيديروا التحميره في الراديات يا ريس طويلة 2016. ماشي مشكل مزيانة والله 2016 دونك فيها تكنولوجيا جديدة شي شوي مزيان دونك كيف ممكن تخليها نايضة واحد شو ثلاثة طرق ماشي مشكل. غير في الأول بالسربة وصافي ساعات تسخن طبعا تسلك درجة الحرارة 90 80 كذا بحال هكذا عاد جري بيها تشوي البواي يخدم ماشي مشكل. المهم قلت لكم دوزو دابا للتحميرة. انا يعني شي واحد ولا حماق شي ميكانيسي في المغرب كيصاوب له الطوموبيل شامل الكوزين التحميرة اريال الزيت ناري شي حوايج راه بزاف ولا العادي. المهم داو شي واحد خونا قال في المغرب نطلق له الاشاعات ان اذا درتي التحميرة درتيها في الرادياتور، اذا كان عندك شي فويت ديال الماء في الرادياتور القدام في داك الكوندنساتور القدام كان شي فوت كيسدولك. علاش؟ حيت هو دابا قرا شي مختار هذا شاف ان التحميره كتلصق في كل شيء كتكبو قال كديرها في التويت كتبقى لاصقه في الشناب وداك الشيء كتسد كل شيء، قال انها غادي تسد حتى الرادياتور. هذه الاشاعه الاولى تحميره في الرادياتور عمرني ما شفتها انا. المهم هذه اشاعه حق صراحه كاين ناس كيديروها والله العظيم، كاين ناس راه كي شي حوايج راه كيديروها خيالي. فهذه إشاعة خاطئة مصيبة كحلة. إذا مشيتو عند شي ميكانيسي نقول لكم ندير لك شوية تحميرة، قول أخويا دير تحميرة في شي طاجين وكل شي بغيت ديرها دير أخويا تحميرة ما ديرهاش اليوم في الطروبي. المهم ما يديرها حتى عارف، حيت إلا درتي تحميرة غادي تبقى كيف موت، غاتبقى لاصقة لك في الجناب، غاتبقى تخربق عليك المعلمة، غادي تقدر مع الوقت تقدر تخرجك على الترموستات، إما غادي تسد ولا غادي تحل، غيولي عندك مشاكل سخونية في الموطور، غادي تلون حتى داك المكون ديال المياه التبريد تا هو راه غادي الكونسونطراسيون ديالو غتخسر. وانا في واحد الفيديو كنت قلت لكم انه حتى المعادن ما كيتستعملش فيه، كيتستعمل فيه الماء المقطع. علاش؟ حيت هو ما فيهش الاملاح المعدنيه باش ما تنوضش فيه كركر، عاد غيجي واحد غيدير فيه التحمير علام والله العظيم. كيفاش كتصفي الماء او الزيت ملي كتخلطو؟ كتصفي الماء ما فهمتش اخويا زكريا ايوبي، ما فهمتش السؤال ديالك بالضبط. المهم هادي الاشاعه الاولى ديال التحميره هادي تخربيقه. اذا قلت لكم شوش ميكانيزان قال لكم هادشي كله اخويا الله يعاونك سيروا عند شي ميكانيزان واحد اخر. المهم دوز الإشاعة الثانية هي صراحة ما بقاوش ولاو حقائق في المغرب، ما بقاوش كاع كيتسموا إشاعات، الناس تيقات شي ولات خدامة بهاد المسائل. نقول لكم الحقيقة، الحقيقة الثانية تيديروا زيت لوسيور في الريزرفوار، كانوا كيديروا في الريزرفوار باش يجهدوا، ولو كيحلوا يحيدوا الفلتر ديال الزيت اللي القدام ويكبوا فيه الزيت ديال لوسيور وزيد مع هاد الناس صراحة راه بزاف. فري كاينة سيك ماش كاينة القضية، الناس اللي عندهم الماضي ديزل فمزينش انك الطوموبيل ديزل تبقى تضرب يومين، غير تبقى تمشي مثلا تغمشي مثلا غير السوبر مارشي بعيد بجوج ثلاثة كيلومتر دي الطوموبيل ديزل وعاود ترجعها تبقى تضرب مسافات قصار ديزل ما مزيانش. كان هادشي هذا راه ما مزيانش بتاتا،
مع الوقت غادي بحال واحد العام صار كيتخسروا بزاف ديال المسائل. كيتخسر عندك الكاتاليزاتور دي بي اف ديزل بارتيكل فيلتر، كتخسر ماشي كتخسر كتخنق. راه كاين الفرق ما بين انك كاين دي بيس اللي كيتخسروا وكاين دي بيس غير هما اللي كيوقع لهم في ذاك الركراج ديالهم، كي حيت كاين شي حوايج في الموتور كيتاكتيفو حتى الموتور كيسخن، حتى الموتور كيضرب بين 31 40 كيلومتر عاد كاين شي حوايج كيتاكتيفو عندنا في الموتور في السيستم. المهم فقلت لكم دابا الزيت ديال لوسيور شو واحد كان كيكبو في الريزروار حيت كنعرفو دابا الزيت الا خلطناه مع الماء يا اما الزيت غيطلع ولا الماء غيعوض، وحده في الجوج ماشي بحال بحال السكر مع الماء كتخلط كيوقع ميلونج. شي واحد وقع كان كيديرو في الريزروار ما كانش كيوصل تمجهد، ولا كيديروا لهم في الفلتر ديال الديزل القدام. فهداك صراحه كيف ما قلت لكم الزيت كيبقى الفوق، ليسانس كيبقى لتحت ولا الديزل كيبقى لتحت. عندنا التيو مثلا هنايا التيو ديال لانجيكسيون كياخذ ليسانس كيحركو، حنا نقولوا بقى خدا هو ليسانس بالسربه واحد اللحظه ولا كياخذ غير الزيت لوسيور ولا زيت اي زيت حتى حنا عارف في المغرب شنو ولا كياخذ الزيت كيلو حل زانجيكتور. بمعنى شنو؟ ولا عندك انت غير الزيت غير تحرق، واش الزيت بوحدو غير تحرق؟ ما كيتحركش ما كيتحركش. والديزل بعدا كيمشي بحال ليسانس، ليسانس كيت الا دخل هو السيلندر كتحرك سير بلاص، الديزل راه كيخصو تكومبريس. بمعنى راه غادي تخسر الموطور ديال الطاقة تقود ديالو بصح راه غاتخرب. ودابا ندوزو ل سميتو الإشاعة الثالثة. هو واحد السيد قالك كيديرو أريال في الرادياتور. قلت ليه علاش؟ قالك باش كيدير نيطواياج الرادياتور من الداخل وزيد معاه. وراه باين راه الجواب راه باين، هادشي راه غاتخربيقة. فقلت ليه علاش كديرو؟ قالك لا تيدير نيطواياج الآخر فيه الريحة زوينة وكذا. صراحة عشان هادي هي غير تخربيقة، هادشي راه ما منو والو. كيف ما كتعرفو في داك الما ديال لونتيجير كيخصو يكون بوحدو، حتى حاجة أخرى ما خصها تجي. فلا درتو أريال ما تعرفش داك البرودوي ديال النيتواياج كيفاش يقدر يتعامل مع داك الما ديال الرادياتور. تقدر كاع تفرقع لك شي تيو، تقدر تخسر شي حاجة. فمن الاحسن في هاد التجارب ما بقاوش ديروها في الموتور، والاحسن تشوفوكم شي ميكانيسيان اللي يكون شويه كابابل وقاد في هاد المسائل هادو وقاد بشغلو. ايوا خوت، اذا عارفين نتوما شي اشاعات تقدروا تكتبوها لينا دابايا. فدابا صراحه انا دار ديال اللايف درتو دابا في اليوتيوب، موراها غادي دابا شويه غادي عاوتاني ندير لايف في الفيسبوك. على تقول بغيت ندير ثلث ساعه هنا في الفيسبوك وثلث ساعه في يوتيوب. فخويا زكي خويا هادشي اخويا الفاز ديال الماء كيطلع فيها الزيت، هادشي اخويا بصح كيديروه في الشركه. قول لينا الطريقه الصحيحه كيفاش الفاز ديال الماء كيطلع فيها الزيت. واش بغيتي تقولوا ديك القرعه ديال الماء اللي كاينه في في الموتور القدام، القرعه اللي كنكبوا فيها الماء كيولي فيها الزيت؟ الا مهم حيت هي دابا الا قلتي انت قلتي ولا فيها الزيت، حيت الا كان خاصر لك مثلا دابا انت جوانت كيلاص كان خاصر لك، حيت الا خاصر لك جوانت كيلاص بمعنى اما الماء غيمشي السيلندر غيتحرك وغتولي خصك انت الماء تبقى تزيد بزاف على حسب داك جوانت كيلاص مين تخسر ومين تعوج ولا فين وقع الفويت، واش الزيت ولا كيتخلط غير مع الماء ولا الزيت ولا كيدخل السيلندر ولا الزيت والماء ولاو كيدخلوا السيلندر وتحركوا. حيت بعض المرات داك جوانت كيلاص راه ماشي ضروري انه كيولي كلشي كيمشي السيلندر، بعض المرات كيلا تعوج في واحد البلاصه غير في داك الكانال ديال الزيت
مع هذا الكانال ديال الماء كيوقع لا مفوت بيناتهم وتخلطوا بيناتهم، يقدر تما يدوز لك الزيت انت مع الماء تخلط مع الماء ديال الرادياتور ويولي عندك الزيت انت في تقبيه غتلقى يوصل لك الزيت في الرادياتور. وقعت لواحد السيد انه كان ولا عنده قال لي في الموطور عنده كيقع ان الزيت غادي وتي تيعمر الزيت بزاف، قال لي الموطور قال لي درت فيه 3 لتر ونص مي كيبقى يعبر كيبقى يقلب كيقلب كيقول لك كيبقى الموطور غادي غادي وتيزيد فيه الزيت حتى الخمسة. قلت له انا شوف ياك ما عندك جوانت كلاس خاسر، قلت له واش كتزيد الماء؟ قال لي كنزيد الماء. مع الوقت هو عرف بان الجوانت كلاس كان خاسر وكان الماء ديال الراديتور كان كيدوز كان كتخلط له مع الزيت، ولكن داك الزيت كان كيمشي للموطور ما كانش كيمشي للسلندر باش يتحرك، دونك الموطور غادي وكيتجمعوا فيه سوائل الماء والزيت بجوج. ولا اخويا زكريا فهمتش با نقول لك بالضبط، انا نتمنى تكون هادشي اللي بغيتي تميسي نتايا. فنقول لكم فهادي كانت حلقة قصيرة صغيرة على الإشاعات، فكاش نبغي نوريكم بالضبط. ف اليوم هاد الخرا صراحة درنا بزاف ديال داكشي ديال الدياغنوستيك، فالدياغنوستيك كل حلقة كنبغي نديرها راه كتشد ليها الوقت صراحة، أربعة ثلاثة سوايع. نشوفوا شنو كتبات مريم اكمش. انا كان عندي بروبليم في لا ستاسيون عمرو اسانس او ليو دو ديزل ما رديتش البال، السيد عامر ليا اسانس ما سولنيش وانا كنت كنهضر بابا يا كوم ويز مي كواد لا كلاش ما كتبش كلاش كوم ويز مي يا اش بي بي ما شنو في البيبيز؟ اسمع فيديو كيفاش 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 فوالا اسمح لي قلتي درتي ليسانس في بلاصة ديزل. وقيلا الموضوع كنت درت معاك فيه واحد المرة في اللايف اللي كان دازت بالخراني. هذا مشكل خطر، انت دابا شوفي درتي غير ايسانس مع ديزل وقع لك ديفو. غير المره الجاي صراحه الا عرفتي انه غلطتي في درتي ايسانس في بلاصه ديزل ومحيده الكونتاكت ما تخشيش الكونتاكت، خلي الكونتاكت خارج حيت ملي كنخشيو داك الكونتاكت صورت الكونتاكت وخا الطوموبيله ساكته كلشي طافي كتخشي الصور ديال الكونتاكت ملي كنخشيو صور الكونتاكت راك عارف كتخدم الراديو الراديو كيشعل في الطو كيشعلو الطو في ديك اللحظه انت ملي كتخشي صوره الكونتاكت البومبه ديال الديزل لو راه كتخدم واخا طوم بلا طافيه كلشي، دونك هي ملي كتخدم فهي كتاخذ الديزل وكتلوحو ديريكت بحال كتوجدو الموطور باش يتحرك. داكشي علاش الا عاوتاني تحتي في الديفو هذا ما تخشيش صوره الكونتاكت، الا جي شي واحد تقول لي لا ما تخشيش الكونتاكت حيت كيف ما قلت كتخشي صوره الكونتاكت البومبة ديال الديزلور كتفعي الديزلور وخا طوموبيلة ساكتة طافية كلشي طافي كلشي ساكت. فهاد الحالة هادي فيعيطو للميكانيسيان، الميكانيسيان غيجي هو غيخشي تيو في الريزرفوار غادي يمص الريزرفوار كامل اللي خرج منو شحال الانسان دار 40-30 لتر ديال الديزل حيدو ويدار عاوتاني ديزل جديد، يقدر كاع مين يدار ديزل جديد كومبليت يمشي هو لي زانجيكتور حيت تيوات ويخدم البومبا باش يدفع هذاك ليسانس. كاينين طرق كاين ناس دي سبيسياليست في هاد المسائل كاينين كيفاش كيعرفوا يصاوبوا المشكل، زون شانجي لو فيلتر ديال هاديك مزيانه هاد الفيلتر ضروري حتى هو غتكون فيه. المهم دي طريقه ديال ريباراسيون، فانا صراحه ملي وقع لي هاد المشكل ما غنخشيش السواد، فكيف ما قلت لك البومبا ديال التيس غادي تدفع اول حاجه غادي تعمر لي تيوات مع ليسانس غنخلي كلشي اللور غادي نجيب شي تيو غنبومبي كلشي نخرجو الفلتر كاع البلايص لي يقدر يكون فيهم ليسانس مخلط غنحيدو حيت شفتو دابا الطوموبيلات الجداد بابا يا بابا ما بلي كيما فيش من بلاصه كانت حيت دابا الطوموبيلات الجداد ولا فيهم دابا الطوموبيلات الجداد راه كيتولاو سونسيبل في هاد المسائل ولو سونسيبل
كنت خسران بالزربه. مازال تلس الطاكسي اللي معروف عندنا في المغرب القديمه هذيك، راه هنا في المانيا كانت لقى ماشينات، كانت فاش كانت في ديك مرسيدس في الثمانينات والتسعينات، كانوا بزاف الناس كيديروا الفيول، ماشي غير الديزل، كيديروا الفيول. هذيك المرسيدس راه خيالي، داكشي اللي تقدر دير، كانوا كيديروا الفيول، وكان لدرجه ان البوليس هنا ولاو تيكونترولو الناس، كيشوفوا واش دايرين فيول ولا ليسانس ولا ديزل. الناس اللي كيعمروا في الفيول كانوا كيضربهم بتغطيات انه تهرب من الضرائب وداكشي. ماشي كما بغيت نقول لك، مرسيدس راه صحيحه، ماشي الطوموبيلات ديال دابا. الطوموبيلات دابا غير زغبه زغبه وحده، ولا شعرات اخرى ديك الانجيكتور صافي تخنق لك عاوتاني من الداخل. مشيتي خصك تبدلو نيتواياج، وهي ما هي بروغرام روينه الى ذا ديما. هوزمون الحمد لله ما ديمارات بعدا، كاين مي غير تطفيها ان بلو غوديمار، مي غير تطفيها ان بو بلو غوديماري اي تتخرب. يعني تقريبا ابخي اصلا. والمشكل عندكم في الطوموبيل هذه، مازال عندكم هذا المشكل في الطوموبيل ولا بصح ما تعاودش تكاد المشكل؟ حيت ملي حيت الا بقى في هذا المشكل كيف ما قلتي، ملي كتفهم ما كتبقاش تبغي تشعل دي مار، خصك تسين الساعه عاد تشعل. دونك يقدر يكون مازال عندك ليسانس في شي بلاصه، ولا غيكون عندك شي ديتكتور تخسر، ولا غادي تقدر تكون شي حاجه وقعت ليك في شي بلاصه. وانا كنظن خصك دير نيتواياج لكل شيء. ابغي تحركنا بها شويه في المدينه جوست بو سي وتسرحات. الحمد لله اي باشون صافي تفينها وشالات. ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذا المشكل حتى الطوموبيلات جداد سي اخت مريم، بغيت نقول حتى دابا الطوموبيلات الجداد ما تخليش انا شي نهار يخوالك الريزيرفوار، راه ماشي بحال الطوموبيل القدام كانوا كيخوالك الريزيرفوار كتدفع شي شويه كتعمر الريزيرفوار صافي. دابا واخا كيخوالك الريزيرفوار بمعنى تولي عندك الريح، عندك الريح في التشيوات، فالطوموبيل غتبقى خدام تقدر كاع ما تبغيش ديماني، كتلقى عندها واحد المشاكل. خصك عاوتاني تبيرجي الريزيرفوار، الريزيرفوار ديال الطوموبيل ما خصش يكون فيه الهواء حتى هو، كدالو كتحيد كدالو البيوزاج كتحيد منو الريح ولا الهواء اللي كان مجموع فيه، حتى هو كيتحيد بحال الشكل ديال الفرانات سائد ديال الفرامل، حتى هو كيكون اللي كان فيه الريح خصو يتحيد. بمعنى من الاحسن عمرك ما تخلي انك طيح اون بان باش يخولك الريزيرفوار. وزدنا بها اوسي اي صافي، ما بقاش بان شي سيغنال ديال اون بان. ايوا الحمد لله. هذاك الشيء المشكل هو راه يتكاد ان شاء الله، الحمد لله يتكاد، غير الانسان يحاول من الامكان ما يتفادى يطيح في شي اون بان، حيت تقدر الانسان ما عرفش يقدر يخسر لي زانجيكتور، يقدر شي حاجه، تقدر كاع مثلا تقدر كاع انت تمشي الطوموبيل تحرك بها وتراب بها كيلومتراج وتلقى تخسر لك شي بياس، لا اما تخنق لك الكاتاليزاتور ولا الدي بي اف ولا شي حاجه في المسائل هذو. المهم فاش بغيت نقول لكم في هاد اليوم درنا بزاف على هضرنا على الدياغنوستيك. فالدياغنوستيك انا غنبقى ندير الحلقات ديالو بحال هكذا، مره غندير فيديو جوج ثلاثه الفيديوهات في السيمانه، حيت صراحه هادشي تيشد لي الوقت باش المونتاج باش دير عاوتاني ندخلو في الفيسبوك ولا في يوتيوب كيشد الوقت. فالفيديوهات ديال الدياغنوستيك انا غنخليهم، وجبت شي ماتيريال ديال الميكانيك، ندوزو شويه الميكانيك حيت بزاف الناس تيسالو الميكانيك. بحال دابا عندنا هادي البومبه ديال الماء، نديرو لها حلقه ونشرحو فيها ونهضرو فيها مزيان. عندنا بابي كنت تقولي شوف ديك الحلقه ديك المره، عندنا هاد لينيتي سونترال ديال البولات ديال الكزانو، عندنا هاد بريشوفاج هادي تا هو براسو غنديرو عليه حلقه، حيت هما كيخدمو واحد شحال طويل وشحال هنايا خاص يكون فيه، كيفاش نعرفو نقراو هاد المعلومات اللي هنايا. هذا راه ماشي غير هادشي مكتوب هنايا، راه غير مكتوب، هذا راه معلومات على هذا، على هذا شحال خاص يكون فيه في الطوب، شحال كيتسير هاد الكرو هذا راه كيتهرس للناس بزاف، كيتهرس لهم في الكلاس كيبقاو في المشاكل.
عندنا بحالة الديتكتور، عندنا الجزء المهم اللي بزاف باغي نتعمق في هذه هي الاي اي ار بالألمانية. هذه الاي ار الناس بزاف اللي كتخنق لهم الكاتاليزاتور، كيقول لك طومبلا مابقاش فيها الجات، طومبلا مابقاش كتفوت 60، هو عنده طومبلا فيها 170 بي اس، اودي، فولكس فاجن، سيات، سكودا، هادو كاملين ديال الفاوفي جروب، هادو كاملين عندهم هاد المشاكل. فهادو هاد البيس اللي وليتكم انا غندير عليهم حلقات ان شاء الله. هادي كتعاود كتاخد الدخان اللي كيخرج من الموتور، كتعاودو كتدخلو للسيلندر باش تعاود تحرك، غير باش يخففو شوية من الدخان اللي كيخرج من الطوموبيل، ما يكونش مجهد. افكتيفمون انا راه كنت ضربت شي بيها شي 10 كيما ابخي ملي عمرتها في ستاسيون بلي اسونس، هاداك الشي. ف نتمنى تكون حاولت نشرح لكم شي شوية ديال الإشاعات. فتبعونا على اليوتيوب، صيفطوا لي زانفيتاسيون الناس اللي كتعرفوهم، حيت بغينا نجمعو صراحة بزاف ديال الناس، وإن شاء الله مازال الناس غيتجمعو، مازال الناس غيكبر هادشي هذا. حنا بغينا نوريو الناس في المغرب كيفاش أن الإنسان يعاود يعرف يصحح يصاوب البياس بطريقة صحيحة، ماشي غير ديك الخدمة ديال التخربيق. راه كيهضرو معايا صراحة الناس بزاف، وبزاف الناس طالع لهم الدم ملي ميكانيسيان في المغرب راه كيديرو شي خدمة راه خيالية، راه كاين شي وحدين كيصاوبك الطوموبيلة غير باش تخرج انت من الكراج وتمشي صافي، كتضرب الدورة صافي تطيح اون باك ترجع عندو شي عاوتاني تيقول لك اه هكا هادي شخسرة هادي شخسرة هادي شخسرة. فنتمنى هاد الحلقة ديال تكون ديال اليوم عجبتكم، كان عندكم شي سؤال كتبوا لي في كومونتير اي حاجه، انا راه كنجاوب بزاف الناس. راه هادشي كيديروا حتى في الشركات في المغرب. كيفاش اخويا كيديروا هادشي في المغرب؟ اين شركات بالضبط؟ فانا دابا نساليو دابا شو الاشاعات. بغيتي تقول زعما كاين تيديروا اشاعات باش يبيعوا هما لي برودوي ديالهم، راه كاين شي وحدين تيديرو شي حوايج بحال ديك لاميناج، و تيديرو دي برودوي كيف زعما كينصاوبلك الطوموبيل وهادي. كاين شي برودوي لي فريمون كي عندهم واحد النسبة ديال الفعالية، ولكن داكشي كامل كيبقى غير تجميل غير استيتيك. بحال كتقول انا عندي هاد البومبات الما خاسرة، هي خاسرة ميكانيك خاسرة، وغندير لها برودوي غير باش نقيها انا من هنا، خاصها نحيد لها شويه الوسخ، ولكن هي راه خاسره ميكانيك. دونك خاصها بياس جديده، خاصها على داك لاميناج الاول. فنتمنوا الحلقه ديال اليوم تكون عجبتكم، وحتى الفيديو اللايف ان شاء الله. فانا اللايف غالبا ما كنديرو في الويكاند ولا في مين كيكون عندي الوقت في السيمانه بحال هكذا. فدابا غادي ندوز للفيسبوك ندير فيه اللايف، الناس كيسالوني تمايا. فنقول لكم تبارك الله عليكم، وتلا لايف جديد.